فكيف كتشوف احنا كنتواجدوا اليوم قدام المسجد قدام معلمة تاريخية، وحنا اليوم حنا كحماية معلمة تاريخية بالنسبة للساكنة، وهذه المعلمة هذه هي إهمال هذا المسجد، إهمال هذا المسجد هذا اللي بالقطاع، مسجد اللي كان أول مسجد وأول كتاب بعملة البرنوسية اللي تخرجوا منه أجيال وأجيال. فاحنا اليوم قدام هذا المسجد كنبينوا الإهمال، إهمال والتفرط بالنسبة للحديقة وبالنسبة للمسجد. فكنطلبوا من الجهة المسؤولة كيف تكلمنا وكيف استنطقنا بعض الإخوان بالنسبة للساكنة، بأن كنطلبوا من الجهة المسؤولة باش تاخذ واحد الخيط وحاضر واحد النظرة، تعطي واحد النظرة شاملة بالنسبة للإصلاح لهذا المسجد هذا. وكيف كتشوفوا أنتم ساحة المسجد، التفرط ديال ساحة المسجد وهذا الإهمال هذا اللي كاين المسجد، كاين المسجد، وخاصة أن المسجد بشارع عمومي، فهو واجهة بشارع عمومي بالنسبة للساكنة سيد البرنوسي. فاحنا كأولاد الساكنة سيد البرنوسي فكان غيرة كبيرة على الساكنة، ومسألة هذه فهي مسألة فهي مسألة إيجابية، وحنا كان طمعوا باش يكون هذه الواجهة على أحسن ما يرام. وكيف كنوضحوا لكم وقبل ما نودعكم، فاحنا الميساج ديالنا بالنسبه للجهه المسؤوله هو الاصلاح، وشوفوا بواحد العين ايجابيه بالنسبه لهذا المسجد وبالنسبه لهذه الواجهه بالنسبه للشارع العمومي بالساكنه السيد البرنوسي. انا هذا الجامع هو الاول على جامع الجزائر، احنا سميناه جامع الجزائر ياك، وهذا هو الاول، واكرام بغيناكم تكرمونا بالله، هذا هو اللي كاين. جامع زين والناس كاملة تجي تجمع قبل ما يتبناو ولا حيوط هنا، هما تبناو والجامع دابا ما كاينش. يا خويا صليت فيه أخير مرة، فنقول لك 72 أخيرته. هو الجامع كان مسدود سد، وكيبان لي ماشي هو هذاك، ان الناس هي مجموعه قدامكم وكيصليو، واخا كيلعبو كارطة كيصليو وكلشي ومقابلين الله وما كاين لا. سمعت واحد قال لك الشمكاره ما كاين لا شمكاره لا ديك لا خليك الشمكاره. عندنا هاد المراه مسكينه ما عندها فين تبات، ما عندها فين، وانتم كتشوفوا كلشي.